طيرة السبانخ احترافية جدا، نجيب كيلو دقيق، 3 ملاعق كبيرة سكر، قليل من الملح، معلقة صغيرة خميرة، 2 معج ماء. ماء بحرارة الغرفة، واللي هو الماء بكون كمية حسب نوع الدقيق، ممكن نحتاج ماء قليل، ممكن نحتاج قليل من الدقيق حسب نوع الدقيق. نعجنهم جيد لمدة 5 دقائق، بعدين بنريحهم من 10 لربع ساعة، من 10 دقائق لربع ساعة بنريحهم حسب حرارة المنزل. بعدين بنقطعهم 16 قطعة، كل قطعة تيجي تقريبا 100 جرام. ننتظر عليهم 10 دقائق أو ربع ساعة. نفرم 1 بابريكا ناعم، وبصلة ناعمة، عصر ليمونة نضعها جانبا الليمون. كمية السبانخ حسب الرغبة من 250 جرام ل 500 جرام. نوضع معلقتين من السمسم، نحمصهم جيد، نوضع البصل والبابريكا، بندبلهم، بعدين نوضع السبانخ، بندبل السبانخ، نوضع ملح أو مرق الماجي حسب رغبتكم، نوضع عصير ليمونة، بنحرك المكونات جيد، بنوضع جبنة فيتا تقريبا 2 معالق كبار أو 80 جرام، وبنلفهم. طبعا بنوضع تحتها زيت أو بنحط على أيدينا الزيت وبنفردها بالزيت، هي نوع زيت مناسب لإلكم. بنوضع خلطة وبنلفها، ونهايتها بنوضعها تحت الفطيرة، النهاية تبعتها منشان ما تفلت معنا. بنلف كل كمية طبعا بالزيت، وبنحمل الفرن مسبقا الأعلى والأسفل، وبنوضعها بالرف الأوسط تقريبا بتاخد ربع ساعة. بنوضع سمسم من الأعلى، وهيك أصبحت جاهزة. بنقدمها مع البيض المسلوق، نحشيها، البيض المسلوق بيعملها قيمة غذائية عالية. بنقدمها أيضا مع خلال الخيار. عندي أكثر من 600 وصفة صحية من مهتم الغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.